ثم إن هذا القرار يأتي كحلقة في سلسلة القمع المستمر والانتهاكات الحقوقية المستمرة لهذا الشعب الكريم، فها هي رموزه السياسية وراء قضبان السجون، والشهداء تعرج بين فترة وأخرى مضرجين بدمائهم، والجرحى يعيشون الأنين والألم لا يستطيعون أن يعالجوا أنفسهم، والمفصولين عن العمل يعانون ضيق المعيشة بسبب الاستهداف في الأرزاق، وهكذا النساء والمقدسات والمساجد لم تسلم من ظلمهم ومن جورهم، حتى جاء دور المجلس الإسلامي العلمائي هذه المؤسسة الدينية، فهذا القرار يأتي في ضمن هذه السلسلة المستمرة والتي يراد من خلالها أن يركع هذا الشعب. معكم معكم يا علماء، هذا النظام تتجرؤون وتتحدون شعب البحرين، تحاربونه في وجوده، في انتمائه، في أصالته وعروبته وإسلامه، عبر سحل وقتل أبنائه في الطرقات، عبر جر نسائه في المجمعات، عبر تهديم مساجده، عبر انتهاك حرياته، عبر إجراء محاكمات جائرة باطلة بحق علمائه ورموزه، عبر إصدار قرارات باطلة بحق جمعياته السياسية وهيئاته الدينية. لن نركع إلا لله. إنك إلا